نمره 2، ودي نقطه مهمه جدا. في برضو بعض الزملاء اللي لعبوا معايا قبل كده ردوا عليا في تويتر، قال لك ان المفروض ان الحفاظ على ان انت تحافظ على الاجراءات الاحترازيه، وان اي حد ما يحافظش على الاجراءات الاحترازيه اي حد مننا ممكن يجيله كورونا وهو قاعد في البيت. يعني برضو الناس اللي بتطلع الكلام ده من بقها، افهم ان الفيروس ده ممكن يجي لك من واحد. اتس كونتاكت جيم، الكوره كونتاكت جيم. النهارده الناس بتنزل، النهارده هتحافظ ازاي على الاجراءات الاحترازيه والناس دي بتنزل تتمرن مع بعض؟ يعني الناس دي بتنزل الملعب. هو انا النهارده لما انزل انا وزميلي مثلا مثلا بنتمرن مثلا، هتقول لي حافظ على الاجراءات الاحترازيه ايه؟ مش هتمرن على الكوره الثابته؟ هقول لهم مثلا ما تمسكش حد ما انتوا، ابعد عنه مترين، ابعد مترين، حافظ على السوشيال ديستانسنج عشان خاطر ما يقفش جنبه. ما انا في التمرين هقف جنبه، هنزل انا وزميلي اعمل تاكلنج عليه وهقومه وانا قايم واقوم صح ولا لا؟ همرن اللعيبه ايه؟ بجوانتيات وكمامات؟ ما الناس برضو لما بتتكلم كلام اللي هو ايه. انا هو ممكن يبقى قصده على ان في لعيبه مثلا بتروح افراح، تروح حفلات، يقعد في تجمعات، هو ده الاجراءات الاحترازيه للناس. لا مش هتكلم عن مكر، بتكلم ان في كيس معين. امبارح جده رد عليا على تويتر، لان انا كتبت ان 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 لو تم التاجيل يتم التاجيل. طبعا كل واحد عايز ان هو ايه يكسب ياردة ونص في شعبيه ايه، في شعبيه جمهور، تمام؟ رغم ان انا بحترم جده وبحبه جدا، لكن النهارده انت فكر، انت ممكن انت وانت قاعد في البيت يجي لك كورونا. انت الكورونا دي بتيجي لاي حد. ازاي النهارده هتعاقب ناس ان هم على ان هم ما حافظوش على الاجراءات الاحترازيه وهم بينزلوا الملعب كل يوم؟ وانت لعيب كوره وفاهم الكلام ده، يقولوا حد مش لعيب كوره. لا انت لعيب كوره، لعيب الكوره فاهم ان النهارده اتس كونتاكت جيم. النهارده انت بتنزل وانت انا النهارده وانت بتتدرب، هل مثلا جد وانت في الجونه كنتوا بتحافظوا على الاجراءات الاحترازيه وانتوا في التدريب؟ يعني كنتوا بتحافظوا عليها ازاي يعني؟ يعني كنت وانتوا مثلا هو مش قصده في التدريب اكيد، يعني قصده في الحياه الطبيعيه بتاعته. طب ما هو كده كده كونتاكت موجود في. يعني لو انا عندي كورونا، وانت بتتمرن معايا وانا في تمرين ست بيسز، ما انا واقف ماسكك صح ونفسي في وشك، ايه هتمرن ازاي من غير الاجراءات الاحترازيه؟ بالعقل يعني، بالعقل. يا في ناس يعني ايه بتقول حاجات، انا اوكي ابريشيت ان الناس عايزه يبقى ليها تواجد وكل حاجه وبتاع، لكن الناس لازم تبقى بتفكر الكلام اللي هي بتقوله ده يقدر يتحقق على ارض الواقع صح. ولا انا بقول كلام كده ولا لا؟